بسم الله نبدأ وعلينا نتوكل. المشاهدون الأكارم أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في طبعة جديدة من صالة التحرير. يشاركني في تحرير هذه الطبعة الدكتور فكري كباشي، الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي. أهلا بك يا دكتور فكري. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا، أهلا بك أخي أستاذ خالد، وأهلا بكل مشاهدي قناة الخرطوم. أهلا درمان. أهلا درمان، نعم أهلا بك يا دكتور. دائما ما نقف هكذا خطفا أمام باب الصالة ريثما ندلف للداخل، وفي كل مرة ننتقي بعض الموضوعات التي يعني نشعر أنه فيها فائدة لمشاهد الصالة الكريم. بوصفك يعني متخصص في علم الإدارة وإدارة الأعمال، يعني هناك الكثير والله الذي يلينا، يلي هذا البلد العزيز، وكثيرون تحدثوا بملء الفم وبثقة تامة إنه يعني واحدة من أهم الأسباب التي يعني أفضت بنا للتدهور الاقتصادي والإداري هو عدم تجويد ما هو إداري بين مزوجتين، علم الإدارة ومعرفتنا بهذا العلم. كيف ندير أمورنا في حال أن نجحنا في ذلك ستنجلي كل هذه الإشكالات التي تحيط بنا الآن، أليس كذلك؟ نعم. طيب ياريت نتكلم عن أهمية أنه الإدارة تكون راشدة وحكيمة وقائمة على أسس، وليس يعني هكذا ضرب عشواء، لأنه بالفعل والله شكاوى تترى أنه مشكلتنا الحقيقية أنه كيف ندير الأمور التي تتصل بنا. نعم. طيب لك الشكر أخي العزيز أستاذ خالد. الحقيقة عندنا اضطراب وموضوع مهم جدا، ويمكن يكون هناك شبه إجماع الذي يدور في السودان هو مشكلة بتاعت ميسف مانجمنت أو مشكلة بتاعت خيار إداري. والإدارة حتى لا زي ما ذكرت في عجالة لو ما حنتناول تطور الفكر الإداري في الحقيقة بغايدرة، لكن هي عبارة عن مدارس وتطورت من الفكرة التقليدي الفكر الكلاسيكي ثم تطور إلى المدارس الخاصة بالعلوم الإنسانية إلى آخره. ولكن هذه الإدارة في كل يوم بيكون عندها جديد، وكل يوم لدينا مفهوم جديد، ولكن بتقوم على مجموعة من الوظائف. وظائف الإدارة هي 4 وقد تكون 6. أول وظيفة الإدارة هي وظيفة التخطيط، ومن خلال التخطيط بيتم وضع الأهداف، وهذه الأهداف بيتم تحويلها إلى أهداف متوسطة وقصيرة وطويلة المدى. وبالتالي كل أهداف قصيرة بيتم تجميعها على صعيد واحد لتصير متوسطة، ثم يتم تجميع المتوسطة تكون أهداف طويلة الأجل إلى ما يعرف في النهاية بالتخطيط الاستراتيجي. ثم بيتم إعطاء هذه الأهداف البعد التطبيقي العملي من خلال تحويل هذه الأهداف إلى مهام وواجبات. بالتالي يتم اختيار الشخص المناسب لأداء تلك المهام وتلك الواجبات من خلال ما يعرف بالهيكل التنظيمي. وبعدها بتكون الوظيفة الثانية هي وظيفة التنظيم، اللي هي التخطيط ثم التنظيم، ثم بعد ذلك بنحتاج لدفع هؤلاء الافراد للقيام بأداء هذه المهام وتلك الواجبات وصولا لهذه الاهداف. هذا بيكون من خلال وظيفه الدايركتنج او وظيفه التوجيه. ثم اخيرا بعد انتهاء العمليه الاداريه بتكون الوظيفه الاخيره هي وظيفه الرغابه، وهي المقارنه ما بين العمل المنفذ وما بين العمل المخطط. اذا كان العمل المنفذ هو على قدر العمل المخطط معناه ليس هنالك اشكال، وإذا كان أقل أو أكثر هنالك إشكال. إذا كان عمل المنفذ هو أقل ما هو مطلوب معناه يوجد هنالك انحراف، والانحراف يستوجب أن يتم هنالك التصحيح. إذا كان عمل المنفذ هو أكثر مما هو مخطط معناه هنالك مشكلة في الخطة نفسها، الخطة لم تكن موضوعة بطريقة سليمة بعناية، بالتالي نحتاج أن نعاد مرحلة ثانية لمرحلة التخطيط. هذه ما يعرف بوظائف التخطيط الأربعة، وممكن تكون 6 وظائف من خلال وظيفة التنظيم بتخرج وظيفة التنسيق، اللي هي تنسيق الأنشطة ما بين المهام المختلفة في نفس المستوى الإداري. نعم. ومن وظيفة التوجيه بتطلع وظيفة الليدرشيب أو وظيفة ما يعرف بالقيادة. وظيفة القيادة هي تعني أن يكون المدير الغايد، بمعنى هو المدير الملهم الذي يستطيع أنه يدير الأعمال من خلال الآخرين. هذه إحدى تعريفات الإدارة بالمناسبة، أنه كيف يتم تنفيذ العمل من خلال الآخرين. يعني المدير ليس هو الذي يقوم بتنفيذ العمل بذاته، إنما هو يحفز الآخرين ويدفعهم في أداء تلك المهام وتلك الواجبات التي تم تحديدها في المرحلة الأولى هي مرحلة التخطيط. نعم. ممكن يكون هذه ما يعرف بها المانجمنت بروسيس وما يسموها بالعملية الإدارية، بيتم بهذا الترتيب بنفس هذا المستوى. إذا كان هناك خلل في المرحلة الأولى مرحلة التخطيط معناه كل الباقي سينهار. ما ينقصنا الآن هو مسألة التخطيط. يعني أنا كنت عايز أسألك السؤال ده دكتور فكري. يعني توصيف الحالة الإدارية الراهنة بامتياز، الخلل الموجود، التدهور الحاصل،
بتعزي ولا شنو؟ انت تحدثت عن القائد الملهم. نعم. ومن قبله تحدثت عن ضرورة أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. نعم. كلاهما أعتقد في كثير من المنظومات وتجارب يعني لم يكن التفكير بهذه الطريقة. نعم. تعرف ما تعرف أنه هذه الإنقاذ في بواكير سنواتها اعتمدت على فكرة الولاء قبل الكفاءة. نعم. وحدث ما حدث من شرخ كبير في ظني في جدران أو في جدار الخدمة المدنية. الآن هناك مراجعات وهناك تصحيح، وانت أشرت لموضوع التصحيح. في حال أنه المشهد كانت خلاصته اللي اتفقنا عليها أنه في خلل ما، هل بالإمكان التصحيح؟ والتصحيح من أين يبدأ؟ تحدثت عن أنه لما الخطة نتائجها تكون سالبة معناه هناك خلل ما. في حال أنه في خلل ما والكل الآن يقر أنه هناك خلل إداري واضح، من أين يبدأ التصحيح؟ يبدأ التصحيح من الخطوة الأولى، هي مسألة التخطيط. التخطيط وتحديدا ما يعرف به التخطيط الاستراتيجي. والتخطيط الاستراتيجي اللي تحدثت كان عنه في إن هو عبارة عن 5 خطوات أساسية. المرحلة الأولى تبدأ بوضع الاستراتيجية الأساسية من خلال المفاهيم الأساسية بالاستراتيجية، هي 4، اللي هي من خلال الرؤية والرسالة والأهداف والقيم. هذه كلها ممكن تمثل الجزء الأول من التخطيط الاستراتيجي. ثم تحليل البيئة الداخلية لمعرفة نقاط الضعف ونقاط القوة. ثم تحليل البيئة الخارجية لمعرفة الفرص والمهددات. بعدها الخطوة الثالثة الرابعة تبدأ من خلال وضع الاستراتيجيات البديلة، الخطة الاستراتيجية البديلة، الخطة ألف، الخطة باء، الخطة جيم. والتخطيط الاستراتيجي لا يعرف الفشل إطلاقا، معناها كل ما انتهت خطة بينتقل للخطة الأخرى إلى أن نصل للنهاية. ثم أخيرا بيحصل التقييم، والتقييم نفسه بيكون على مراحل. في التقييم بيكون قبل إعداد الخطة وأثناء إعداد الخطة وبعد انتهاء من إعداد الخطة. بالتالي بيكون التخطيط مستمر وأيضا المراجعة والتقييم مستمرة في نفس الوقت. فبالتالي محتاجين في أنه يتم الجلوس والعمل على الجلوس في الأرض وتقييم ما هو تم. إذا كان هنالك ما الذي يقيم يا دكتور؟ هي الحقيقة أنا أفتكر أن المسألة دي كلنا مسؤولين منها، يعني قد يكون إذا كان يعني هل الذي يقيم هو سياسي؟ نعم. أم الذي يقيم هو الخبير وهو الاقتصادي وهو الإداري؟ يعني هل نحن في حاجة حتى نقيم أوضاع وأحوال المؤسسات في بلادنا؟ هل في حاجة لتقييم سياسي كما يحدث مجرد أنه هناك فشل خلاص طوالي إعفاء إقالة؟ لاحظت مش كده؟ أي فشل إعفاء أو إقالة. كثيرون يقولون فيما يقولون إنه المشكلة الحقيقي لا يكمن في تغيير الوجوه ولكن في السياسات، أليس كذلك؟ نعم. طيب هي هذا بيكون في المرحلة اللي بيحصل فيها مسألة البيئة الداخلية. إذا كان مسألة البيئة الداخلية بيتم تناول كل الوظائف الموجودة داخل التنظيم. نعم. إذا كان في كل الوظائف، إذا كان في كل الأقسام، في كل الإدارات وهكذا. إذا كان في البيئة الخارجية بنعتمد على 6 عوامل أساسية. أول حاجة العوامل الاقتصادية، ثم العوامل السياسية، ثم العوامل الثقافية الاجتماعية، ثم العوامل التكنولوجية، ثم العوامل البيئية، ثم العوامل القانونية. فبالتالي هي إحدى هذه النقاط بيكون فيها الضعف. فبالتالي كيف يتم اكتشافه وكم يتم تصحيحه؟ وبالتالي من غير أنه يتم إلغاء المسؤولية على شخص معين. أنا أفتكر أن المسؤولية هي مسؤولية جماعية للكل. فبالتالي ليس من الحكمة أن يتم إلغاء اللائم على شخص واحد أو على 2 أو على 3 أو على جهة ما، إنما هي مسألة تنظيمية بالضبط كده، يعني هي دوائر متصلة، دواسم متصلة وبعضها البعض. وإذا انقطع منها كأنها عجلة تدور بمجموعة من التروس، إذا حصل تلف أي من هذه التروس سيؤدي لتوقيف العجلة. فبالتالي يتم معرفة مكمن الخلل وين، ثم يتم معالجته، ثم يتم الانطلاق. لكن من البداية تكون هنالك خطة استراتيجية واضحة المعالم. يعني نحن قبل كده كنا تكلمنا في مرحلة ما من تاريخ السودان كان هنالك خطة 10 وكان هذه في الفترة التي في الستينات، ثم جاءت خطة 50، ثم بعد ذلك انتقلنا للتخطيط الاستراتيجي، ولكن لم يتم المضي فيه بطريقة صحيحة كما ذكرتها الآن. يعني ممكن يكون هنالك الآن مكتوب على الورق تخطيط استراتيجي بطريقة صحيحة وطريقة سليمة، لكن هنالك فجوة كبيرة جدا ما بين الخطة الموضوع، ما بين التنفيذ، ما بين المتابعة، ما بين الخطة البديلة، وما بين العمل على تقييم هذه الخطة وإدخال الخطة البديلة إذا كان الخطة الأولى فشلت وهكذا. فهي المسألة قد تكون مجموعة مترابطة من النقاط التي ينبغي أن يتم النظر عليها بتمعن وبتجرد تام، وكذلك بنظرة فاحصة وبمهنية عالية وبتجرد. نعم. طيب أشرت بشكل واضح
إلى ضرورة إنه الإداري أو المدير أو حتى الوزير لابد أن يكون هو الملهم، هو الذي يمتلك ناصية الفعل والتأثير وإدارة المجموعات التي من حوله وتأسيس بنيات إيجابية وصالحة وملائمة للعمل. يعني السودان يعني بلد أنجب والله الكثيرين من الأكفاء في الداخل وفي الخارج، خاصة حينما يخرجون في الخارج والله يفعلون الأفاعيل ويحظون بشهادة الكل دون ما استثناء، تجلة واحتراما لهم ولهن. هل ينقصنا هذا الكادر الذي نبحث عن الكادر المؤهل الكادر الملهم الذي يقود هذه المؤسسات، أم الطريقة طريقة التعيين في حد ذاتها كانت في كثير من الأحيان خاطئة وغير صائبة؟ نعم، هي الحقيقة يمكن تكون يعني البيئة لها دور كبير جدا بالنسبة للسودان، يعني في نسبة خاصة بالنسبة الفرق كده، والبداية نفرق ما بين القائد والمدير. المدير هو الذي يمارس سلطات وصلاحياته بموجب ما هو منوح له من سلطات وصلاحيات على حسب ما هو مكتوب. نعم. وبالتالي هو بيقوم بتنفيذ هذه المهام وتلك الواجبات في إدارة الآخرين وفق ما هو موجود، يعني كشيء رسمي يقوم بإلزام الآخرين بالقيام بهذه التكاليف اعتمادا على السلطة فقط. ولكن القائد هو الذي يكون لديه الكاريزما التي تستطيع أن تقود الآخرين في أداء المهام من غير الحاجة لهذه السلطة السياسية. بيكون لديه التأثير الروحي، وهذا ممكن الكبير، وهذا هذا ممكن في أوضاعنا هنا في البلد، ممكن موجود. إذا ما عندك السند كويس والذراع السياسي، هل بإمكانك كمدير مجرد فني وخبير إنك تقود العملية إلى بر الأمان، أي عملية أي مؤسسة؟ هي كما ذكرت في البداية إنه البيئة الخارجية من حولنا أحيانا كثيرا تقتضي مجموعة جدا كبيرة جدا من المؤثرات التي تؤدي لعدم سريان هذا الأمر بالطريقة الصحيحة. وقد يكون فيها بعد سياسي، قد يكون فيها بعد اجتماعي، قد يكون فيها بعد ثقافي، قد يكون فيها بعد ديني اللي هي، وهذه كل عوامل تؤدي، يعني تكون الإنسان الذي يتولى العملية الخاصة بإدارة هذا التنوع وهذا التشكيل في اختيار قائد مدير قد يكون قدامه كبير جدا من العقبات. فبالتالي اللي بيحصل هي مسألة بتاعت موازنات وتوازنات من خلال إيجاد معادلة التي تحكم كل هذه المؤثرات التي تؤدي لاختيار الشخص في المنصب المعين أو الجهة المعينة، وبالتالي هذه لها تأثير كبير جدا فيها. فلم يتم تغيير هذه العوامل الخاصة بالعوامل السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية وإيجاد نقاط أو قواسم مشتركة تؤدي لتقديم من هو أصلح لقيادة هذه الأمة في هذا الظرف في هذا الزمان وفق مواصفات محددة بكراتيريا محددة، ولكل هذا قد يكون يحتاج إلى قدر من الزمن وقدر من التوافق. فبالتالي هذا الأمر الآن قد يكون غير متوفر بالقدر أو بنسبة ما، ولكن للمستقبل ممكن يكون هذا الأمر وارد. ولكن إذا أردنا أن نحقق هذه الصورة لابد أن تؤثر على هذه العوامل الخاصة ذكرتها لك اللي هي فيما يتعلق بكل هذه الجوانب حتى يتم العمل على إيجاد قاسم مشترك بين كل هذه العوامل. طيب، كل حديثنا حتى الآن كان ينصب حول قمة الهرم. نعم. القيادات الملهمة التي ما زلنا نبحث عنها، لكن ماذا عن القواعد؟ ماذا عن الموظفين والعمال اللي هم القطاعات الأصغر؟ اللي هم أيضا هم النواة لكل شيء كبير، هم الأساس. يعني هناك والله اتهامات كثيرة تكال لمن يعملون في الخدمة المدنية. طبعا احنا نتكلم من حيث التوصيف الإداري حتى الآن، لم نخرج عن الموضوع. يعني انه البعض يقول انا باخذ كم بين زوجتين عشان أعطي وأقدم وأشقى وأجلس في ساعات دوام كاملة تفوق الثماني ساعات أحيانا وربما أكثر، كم المقابل الذي يتم إعطاؤه لي؟ ثم ماذا عن المناخات من حولي؟ ألسنا نقضي معظم ساعات يومنا في الطوابير، في المواصلات، انقطاع للكهرباء والمياه؟ كلها ظروف هم الذين تقاعسون يسوقونها بكل جرأة وبكل ثقة إنه دي ظروف لا يمكن أن تفضي للإنتاج والإنتاجية ولا حتى وجود الموظف الذي يمكن أن نطلق عليه لاحقا بالموظف المثالي. هل هذه الأعذار مقبولة يا دكتور؟ هي قد تكون مقبولة في حد ما في سياق محدد، ولكن أيضا ممكن يكون هم السبب فيها. يعني هي الحياة الدائرة الأولى في إنه إذا كان الموظف هو لديه صلاحيات ولديه مهام ولديه واجبات،
وبالتالي الناس بتتحدث عن المهام وتتناسى الواجبات. فبالتالي إذا كان كل إنسان تبنى هذا الفهم فبالتالي ستنهار المنظومة ككل. فبالتالي الآن ممكن يكون معروف إنه البلد مر بظروف محددة بضوائع محددة، وكل هذه الظروف هي قد تكون بأسباب داخلية وقد تكون بأسباب خارجية، والخارجية قد تكون أكبر من أسباب الداخلية. ولكن ماذا هو فعل حتى أن يتم تعديل هذه الظروف؟ الحالة الثانية، حتى الإنسان الذي أخذ الأجر حسبه الله بالعمل أيا كان هذا الأجر، فبالتالي أنت إن كل إنسان يؤدي ما عليه، ولو أخذنا هذه الصورة يمكن الأمور أن تنسلح إلى حل. لكن هذا الأمر بشكله الحالي هو غير مجدي وغير صالح للإنتاج إطلاقا، فمحتاجة في أنه يتم العمل على إيجاد منظومة تؤدي لتحقيق أن يكون هناك رضا أو ما يرب الرضا الوظيفي عن كل العاملين داخل الدولة، يكون هناك رضا بالمهام والواجبات التي تكون للفرد، يكون هناك قدر من الرضا بما يتغاضاه من أجر، ولا بد أن يكون الأجر على قدر العمل، ولا بد أن يكون الأجر هنا الآن هناك تفاوت، هناك بعضهم يؤدي عمل بسيط ويأخذ أجر كبير خاصة في الأنشطة الموجودة، وهذا خلل قانوني، وهناك إنسان بيؤدي عمل كبير جدا وأجر ضعيف، فهذه كلها تحتاج إلى معالجات، والمعالجات تحتاج إلى إرادة، والإرادة تحتاج إلى أن نبدأ بطريقة صحيحة بطريقة سليمة. كلها مقعدات والله، الأجور غير الكافية، الأجور التي لا تلبي احتياجات الموظف أو العامل، دي كلها تسهم بشكل أو آخر في أنه إنتاجه يكون شحيح وحماسه للعمل يقل. ولذلك المواضيع كلها حلقات تتصل ببعضها البعض. ونحن حاولنا والله نفتح الموضوع ده لأنه عاوزين نجاوب على أسئلة كده حائمة الأيام دي في دواخل كل منا، من الذي أصابنا ولماذا تقاعسنا، وهل الذين يديرون يعني خاصة المؤسسات الأساسية المتصلة بالخدمات بالتعليم بالثقافة، هل هم مؤهلون، هل هم جديرون بأن يكونوا في الواجهة؟ أسئلة والله من حق كل مواطن أنه يطرحها وأنه يبحث عن الإجابة لها. طبعا الإجابات متعددة ودي وجهات نظر، نحن نحترم كل وجهات النظر. خلينا يا دكتور نختم هذا الملف ونحن على باب الصالة، أنه نقول 1 2 3 كده باختصار كعادتك دائما، أنت بتوجز الأشياء وبشكل علمي ومنهج وموضوعي أنا بحترمك عليه. المطلوب أنه نحن ماذا نفعل حتى نخرج من أزماتنا وإشكالاتنا؟ 1 2 3 لو كان بالإمكان يعني جدا. هي مخرج واحد أنا أقوله ومسؤول منه، إيجاد علاقة قوية ما بين المؤسسات البحثية في السودان وما بين الجهاز التنفيذي. هذا هو المخرج. كل الدول التي طورت من حولنا، إذا كان في إفريقيا أو إذا كان في الدول العربية إذا كان في الدول الخارجية، نهضت من هذا الفهم إنه هذه المشاكل أنا ذكرناها الآن، لكن أين الخلل؟ هذه ينبغي أن توضع لدى ناس باحثين لديهم الخبرة والتجربة، وهذا لا يتوفر إلا في الجامعات. ومن ثم يتم العمل على إيجاد المبضع في المنطقة التي تحوي الجرح حتى أن يتم العمل على علاجه، وبعد ذلك أن تحترف الجهاز التنفيذي بأن هذه المؤسسات البحثية بتقوم بدور كبير جدا ولديها القدرة في الخروج من هذا المأزق. فغير ذلك لا يوجد حل. أنا أفتكر أنه نحن حنظل حايمين في هذه الحلقة مفرغة ما لم يتم إيجاد علاقة قوية جدا. أنا أفتكر أن الجامعات قائمة بدورها الآن، البحوث بتؤدى، لكن هنالك كيف يتم إيصال نتاج هذا البحث العلمي للجهاز التنفيذي بدل أن يوضع في الأضابير يعني. بدل أن يوضع في الأضابير بالضبط. والله أنا أتفق معك، يعني أنا أثمن هذه الفكرة وهذا التوجه، أنه البحث يكون هو الذي يقود المرحلة المقبلة. البحاثة في الجامعات السودانية وما أكثرهم والله يقدمون بحوث كان ممكن أن تنهي على الأقل هذه الأزمة الاقتصادية يعني. طيب عموما نحن وقفنا أمام باب الصالة، سنخرج لفاصل قصير من بعد نعود لنرى ماذا هناك في صحافة الخرطوم في الوكالات وربما أيضا في الأسفير. أهلا بكم مجددا في هذه الطبعة من الصالة، والتي يشاركني في تحريرها الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي دكتور فكري كباشي. أهلا بك مجددا يا دكتور. أهلا وسهلا. إحنا قبل
يعني نفتح ملفات هذه الطبعة وهي كثيرة وعديدة، طابعها غالبا هو اقتصادي في وجودك. الخبر الذي استوقف المواطن السوداني في هذا الصباح وخاصة قراء الصحافة ومن بعد ذلك طبعا الأسافير ضجت بهذا الموضوع، هو خبر أنه الخبز كما قيل يعني سيتم توزيعه عبر الرقم الوطني بين مزدوجتين. كلام كبير وخطير ويحتاج لوقفات وليس وقفة واحدة. ستبدأ بتعليقك لهذا الموضوع، لكن في هذه الأثناء الزملاء في غرفة التحكم ياريت الاتصال بالدكتور عادل عبد العزيز الفكي من ولاية الخرطوم، وزارة المالية ولاية الخرطوم، ريثما يتم التواصل معه. أبدأ معك، هل تعتقد قبل أن نسمع رأي الجهات المعنية إن الخبر ده صحيح يمكن أن يحمل ملامح الصحة يعني في رأيك؟ والله غايته هي الخبر غادي يكون في شكله غريب، لكن أفتكر إنه غادي يكون هنالك إشكال واضح بالنسبة للدعم الذي نتج من خلال الفرق في العملة، أو المعروف إنه ولاية الخرطوم بتدعم الخبز ما بين سعري العملة ما بين السعر الموازي وما بين السعر الذي يحدده بنك السودان اللي هو السعر المحدد المعني. فبالتالي هذا ممكن يكون كل ما ارتفع الدولار كل ما كان هنالك فجوة زادت للدعم. لكن اقترح انه اذا كان هذا الفكرة الاساسية ممكن يكون هنالك بدائل تانية اخرى غير ما يعرف بالرقم الوطني اذا صح هذا الامر. يعني كما ذكرت الان هو قد يكون صح، حنشوف حننتظر نشوف. دكتور عادل عبد العزيز وهو المعني بهذه الملفات، هل هذا قرار، هل هو توجه، هل هي نوايا مبيتة يعني أقصد لم يعلن عنها بعد، أم هي تسريبات وافتراضات؟ يعني قد تكون افتراضات، ولكن أفتكر أنه حتى إذا كان هنالك خلل حدث وكان محتاجين لإيجاد وسيلة تحكمية لدينا تجربة البطاقة التموينية وهي كانت تجربة سابقة قبل الآن، صحيح، ويمكن يتم العودة لها بفهم جديد أو بفهم أو آخر. طيب أنا بعتذر لك لأنه انضم لنا الدكتور عادل عبد العزيز الفكي مدير عام قطاع التجارة والتعاون وشؤون المستهلك بوزارة الصناعة ولاية الخرطوم. دكتور عادل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني قبل أهلا بك يا دكتور عادل، قبل الخوض في التفاصيل دعنا في العنونة التي جاءت بها واحدة من صحف الخرطوم اليوم إنه خلاص سيبدأ تطبيق قرار منح الخبز عبر الرقم الوطني، من لا يملك الرقم الوطني لا يمكنه شراء أو تناول الخبز. فهل القرار ده هل هو قرار أم ماذا؟ لا يوجد قرار بهذا المعنى في ولاية الخرطوم، لا، ولم يصدر أي توجيه بتوزيع الخبز عبر البطاقة التموينية أو عبر الرقم الوطني. لكن نحن في وزارة الصناعة والتجارة تقدمنا بمقترحات لضبط توزيع الخبز عن طريق بطاقة تموينية إلكترونية تستند إلى الرقم الوطني. هذا هو الوضع الآن. طيب معلش يا دكتور عادل، بطاقة تمويلية أو تموينية في الواقع تعتمد على الرقم الوطني، معناها الكلام لا يخلو من الصحة يعني في النهاية الفيصل هو استخدام الرقم الوطني. طيب دعني أشرح لك أنه نحن شعرنا أنه الدعم الذي يقدم من الحكومة لعدد من السلع من بين سلعة الخبز أنه هذا الدعم لا يذهب إلى المستحقين، ولتحديد المستحقين فإن أفضل وسيلة كما هو متبع في العديد من الدول، هناك تجربة في مصر وتجربة في الأردن وغيرها من الدول، هو الاستناد إلى بطاقة تموينية، وعادة الآن أصبحت إلكترونية يعني بدلا من كريت أو كذا كما كان في السابق. طيب عشان أنت تعمل تشخيص لهذه البطاقة التموينية بمعنى أنها هي تطبق على من، هناك عدة طرق ممكن يتم مدح ميداني لتحديد المستحقين، ويمكن إذا كانت هناك قاعدة بيانات مثل قاعدة بيانات الذكاء أو قاعدة بيانات الرقم الوطني إن الناس تستفيد من هذه القاعدة عشان تعمل من خلال تشخيص للبطاقة
انه من خلال بيانات الرغم الوطني بنعرف اولا من هو السوداني من غير السوداني، وبنعرف كم عدد افراد الاسره، لان الرغم الوطني بيحتوي على هذه البيانات. نعم. طيب برضو يا دكتور عادل، الواضح انه الاتكاء على في المرحله المقبله في التعامل مع الخبز سيكون بالاعتماد على المعلومات التي يتضمنها الرغم الوطني. طيب ولا عايز تعلق على انا ده رايي، يعني انا فهمت من كلامك ده انه في النهايه برضه سيتم الاحتكام الى الرغم الوطني، اليس كذلك؟ لا يوجد قرار ولا يوجد الان توجيه، انما هو مقترح دراسه، مقترح. ويمكن اي شخص يقدم مقترح اخر لحل القضيه الاساسيه، وهي كيفيه توجيه الدعم لمستحقيه. هذه هي القضية. أيوة. طريقة التشخيص ممكن يعني عدد من الناس أو عالم أو أي شخص يتقدم بمقترح آخر، إنه يقول لا ما تعتمدوا على الرقم الوطني، اعتمدوا على طريقة أخرى، مثلا قاعدة بيانات ديوان الزكاة وهكذا يعني. فهذا طيب. هو مقترح يعني، ولا يوجد الآن قرار بهذا المعنى. طيب يا دكتور عادل، توجيه الدعم، والله دي مفردة مهمة جدا. أول حاجة معناها في تأكيد على استمرارية الدعم فيما يتصل بموضوع الخبز، ده مفروغ منه. لما نقول توجيه الدعم، ما المعنى بتوجيه الدعم؟ يعني كيف حيكون في توجيه للدعم؟ لمن سيقدم هذا الدعم؟ لأنه لما أقول توجيه معناها حيكون في نوع من الانتقائية، مش كده؟ يعني ما حيكون لكل، نعم لن يكون مشاعا لكل الناس. السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الأستاذ معتز موسى أكد في أكثر من مناسبة على استمرار الدعم، على استمرار الدعم كمبدأ، أنه في لازم يكون في دعم للفئات التي تحتاج لهذا الدعم. لكن بتبقى القضية أنه الدعم، دعم السلعة نفسها يعني ثبت في كل يعني الدول التي فيها هذا نظام الدعم، إن الدعم السلعي فيه تشويه للاقتصاد، إنما يجب دعم الشخص الذي يستحق الدعم، الشخص الذي هو في احتياج لأنه يدعم في استهلاكه، ولكن لا تدعم السلعة نفسها. الآن نحن بنشعر من خلال التحليل إنه دعم السلعة نفسها فيه تشويه للاقتصاد، وبالتالي من الأفضل إنه يعاد توجيه الدعم، إعادة توجيه الدعم بحيث يذهب للشخص المحتاج له فعلا. والشخص المحتاج له فعلا ده يعني أنت ممكن تعمل تشخيص الآن، إنه أولا يتم استبعاد غير السودانيين من مسألة الدعم، وهذا أمر متبع يعني في كل دول العالم اللي فيها نظام بتاع دعم، إنه بيستمتعوا به المواطنين، لأن الدعم هو مجهود من الدولة تجاه مواطنينا إنها تقدم لهم السلع. وبالتالي الأجنبي، مع احترامنا للأجنبي وتقديرنا للأجانب كضيوف، إنهم هم يشتروا السلع بتكلفتها الحقيقية، وأما المواطن الذي يحتاج إلى الدعم يشتري السلعة بتكلفة أقل من خلال الدعم الذي يقدم له هو ولا يقدم إلى السلعة. نعم، كلامك مهم جدا. يعني حيكون في استبعاد في حالة إجازة هذا المقترح لغير السودانيين من الدعم الذي يقدم للخبز، دي نقطة أولى. لكن بالنسبة للمواطن السوداني وليس الأجنبي وليس الوافد، كأنما استشعرت أنه برضو حيكون في تمييز ما بين الذي يستطيع والذي لا يستطيع، الأغنياء والفقراء. الآلية دي حتكون صعبة جدا انه نحدد من الذين يستحقون ومن الذين لا يستحقون. الموضوع ده قد يستغرق الوقت والجهد وربما المال ايضا، اللجان التي ستكون ل يعني تحديد هؤلاء واولئك. المسألة حتكون فيها نوع من التعقيد يا دكتور. يعني كلامك معقول طبعا، وكل امر مثل هذا، لانه نحن نتحدث عن ملايين الاشخاص، لا نتحدث عن 100 أو 200 أو عشرات، بالتأكيد بيكون محتاج لمجهود ويحتاج لتفكير، ولكنه غير مستحيل. وتطبيقات هذا العمل في الدول، ويمكن أقرب دولة لنا جمهورية مصر العربية، إنه الأمر الموجود فيها الآن بانسيابية وبتطبيقات. الآن كثير من الشركات السودانية درست هذه التجربة المصرية
وتقدمت لنا بمقترحات حول البطاقة التمويلية الإلكترونية. فما أعتقد أنه الأمر يعني بالغ الصعوبة. صحيح أنه قد يحتاج إلى مجهودات وعمل ميداني وكذا، ولكنه يمكن تنفيذه. طيب يا دكتور، حاجة مهمة وأخيرة، البطاقة التموينية هل هتشمل فقط الخبز أم ستنضاف إليها ربما سلع أخرى؟ طبعا كما تعلم أن السلع الآن المدعومة من الدولة هي المحروقات والخبز والأدوية. نعم. والآن نحن بنتحدث حسب تخصصنا في ولاية الخرطوم عن السلع التموينية، بنتحدث عن الخبز لأن المحروقات قضية اتحادية مربوطة بوزارة البترول والمعادن الاتحادية، وقضية الدواء مربوطة بالسلطات الصحية في المجلس الأعلى للأدوية والسموم ووزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة الولائية. نعم. فنحن بحسب تخصصنا بنتحدث عن سلعة واحدة في الوقت الراهن هي سلعة الخبز، وبنقترح إعادة توجيه الدعم فيها. وأؤكد مرة أخرى لا يوجد غرار ولا يوجد الآن أي عمل تطبيقي تم في ما يلي هذه المسألة، إنما هو أمر الآن خاضع للدراسة وللمقترحات. طيب أنا حأتيح الفرصة للدكتور فكري كباشي لأنه للتو كان هو ضيفي في هذه الطبعة، كان يحدثنا عن بدائل أخرى للقرار الذي لم يكن دقيق، إنه قال تقريبا نفس اللي انتوا توصلتوا له انه ممكن توجد البطاقة التموينية. دكتور فكري، معك دكتور عادل، هل المقترح اللي كنت بتطرحه شبيه تماما بمقترح الوزارة، وهل الطريقة التي ستتبع هي ذات الطريقة التي كنت تبحث عنها؟ نعم. الداخل مع دكتور عادل. نعم، حياك الله دكتور عادل. الحقيقة أنا طبعا أفتكر أنه حيكون هنالك أو اقترح أن يكون هنالك حلين، حل على المدى البسيط الحد العالي الآن. نعم. وحل على المدى الطويل. على المدى الآني الآن يمكن أن يتم العمل على زي ما ذكر دكتور عادل، اتفق معه تماما، أنه الدعم الجسم لنوعين، دعم مباشر ودعم غير مباشر. الدعم المباشر هو ليس مباشرة للمستهدفين، أما الدعم المباشر غير مباشر بيكون مربوط بالاستهلاك اللي هو بيكون مرتبط بالسلعة التي تم دعمها، وهو دعم سلعي في النهاية، ودائما بيستأثر به الشخص الذي يأخذ أكبر قدر ممكن من هذه السلعة. فبالتالي ممكن يكون الدعم الغير مباشر كما ذكر ليس هناك عدالة في توزيعه. والفكرة الذكرة هي تماما البطاقة التموينية هي بتؤدي لأن يتم العمل على توجيه الدعم مباشرة للمستهدفين، وهي الطبقات ذات الدخل المنخفض، وممكن يكون هناك دعم مباشر أيضا نقدي. ولكن ينبغي أن يتم استصحاب أكثر من وسيلة.